السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. لو انت في شغلك او انت بتعاني ان انت مثلا وليكن عندك بتلم مثلا داتا من حوالي 50 او 60 بني ادم او 100 بني ادم فيما فوق او 20 او ايا كان الرقم، وبتبعت لهم ميل فبعد كده بيردوا عليك. فالمشكلة دي بتبقى دونكي وورك شوية. دونكي وورك يعني شغل مضاعف وكتير قوي وشغل متعب، وكمان ممكن تغلط لان انت لما بتيجي بتلم الحاجة دي ممكن تحط داتا مكان داتا وتنسى واحد وهكذا. فانا اجيب لك الحل ان انت لو انت مثلا بتبعت مثلا وليكن مثلا ايميل بتلم بيه مثلا بيانات، وليكن زي رقم تليفون او رقم بطاقة او اسامي عملاء او ايا كان، بتبعت لهم الميل على الميل وبعد كده بيردوا عليك كل واحد سيبريتلي، يعني كل واحد لوحده. فالموضوع بيبقى معاناة شوية، الموضوع بيبقى فيه لفة كبيرة قوي. فأنا بقى جبت لك الحل إن أنت تبعت لهم حاجة معينة يردوا عليك وكلهم بيتجمعوا في شيت إكسل واحد، وبعد كده تلمهم في ضغطة واحدة بس. خليك معايا. كل اللي عليك إنك هتفتح برنامج جوجل كروم أو أي متصفح عندك وتكتب هنا forms.google، وبعد كده تعمل ساين إن أهي، وتخش طبعا بالجيميل بتاعك. تمام كده، ده الشكل اللي عندك. كل اللي عليك انك هتعمل ايه، تختار مثلا حاجه زي دي مثلا كونتاكت انفورميشن. تمام، وتقدر كل اللي تقدر تعمله ان انت تروح عامل مثلا تكتب مثلا حاجه وليكن مثلا بيانات عملاء. تمام، دي اسم الاستماره اللي هم هيملوها، وتحط مثلا هنا دي كمان خدناها كده كوبي، وبعد كده نحطها هنا كمان بيانات عملاء. تمام، وبعد كده نروح نازلين. دي هتبقى النيم، هيبقى اسم العميل، وهنا طبعا لو حد عايز تحط الايميل بتاعه او مش عايز تحط ممكن، انا كده امسحها. اسم العميل، العنوان، وخد بالك هنا required، يعني السؤال ده ما ينفعش ان هو يعديه، لازم يختاره. اللي عليه علامة نجمة دي كده لازم يختارها. اهي اسم العميل، اهي العنوان، اهو رقم التليفون، ودي بص دي مش مقفولة، نروح فاتحينها كده بحيث ان هو لازم يدخل رقم تليفون. رقم نروح كاتبين هنا كده اهو رقم التليفون، وبعد كده نحط مثلا كومنتات. مثلا لو هو عايز يحط كومنت ولا حاجة ممكن مثلا نحط مثلا ايه رقم البطاقة. طب دلوقتي ممكن الناس بيكتبوا ارقام بطايق غلط وبيعملوا حاجات غلط، فممكن مثلا رقم التليفون، احنا عندنا في مصر رقم التليفون عندنا 11 رقم، فكل اللي علينا نروح دايسين هنا كده حاجه اسمها ريسبونس فاليديشن، او معرفش بالعربي بقى عندك هتبقى ظاهره ايه، بس الرقم دي كده، ونختارها نمبر ونكتبها ان هو لا مش نختار، نختار لينس. لينس يعني عدد الحروف اللي هي اسمها ايه، اللي هي الديجيتس، اسمها الديجيتس عدد الحروف. فتقول له الماكسيمم كاونت بتاعك، الماكسيمم بتاعك هيبقى 11 رقم، يعني ما ينفعش الراجل يزود عن 11 رقم. دي اول حاجة. لو انا مثلا جيت كتبت مثلا، ونقول له بقى الايرور بتاعها، الايرور اللي هو ايه، يعني لو هو كتب اكتر من 11 رقم، لو سمحت اكتب رقم التليفون المكون من 11 رقم اهو، ودي رقم البطاقة برضو نخليها response validation اهي، ونخليها length اهي. length دي الجي يا جماعة silent. length الماكسيمم نمبر بتاعها، الماكسيمم character count. length دي برضو يعني يا جماعة عدد الاحرف، هيبقى الماكسيمم length بتاعها 14 رقم. لو هو اكتب رقم البطاقة المكون من 14 رقم بس كده، وكده كده خلاص كده بيانات العملاء وكل حاجة. دي مثلا لو انت عايز مثلا تكتب ديسكريبشن، مثلا ايه استمارة لملء، بس ملء بيانات العملاء بس كده خلاص. وتروح كل دي كده حاجه بسيطه جدا مفصله جدا. تيجي هنا عند سيتنج او الاعدادات، الريسبونس دي
اللي هي الاجابات. بص بيقول لك ليميت وان ريسبونس، دي ممكن تعملها لو انت مثلا ايه الليميت وان ريسبونس دي اللي هي ايه، اللي هو يعمل يعني يملى بيانات العميل مره واحده بس، دي ممكن تستخدمها ان العميل ما يتكررش كتير، يعني دي تعملها اكتر من مره. ولو انت عايز تعملها اكتر من مره تروح شايل دي كده، ولو ريسبونس اديتنج اللي هو يعدل في الاجابه بعد ما يبعتها، دي برضو ما عنديش مشكله فيها يعني، خليها دي برضو دي كده وخلاص على كده. ونبتدي نقول توكلنا على الله كده، احنا خلصنا دي شوية حاجات بسيطة كمان. ده انت ممكن كمان تحط صورة لو هو ينفع تحط الصورة بتاعته ولا حاجة وهكذا. ده كده الشكل النهائي بتاعها، كل اللي عليك انك هتدوس سند وهتلاقيها، دوس هنا كده ونعمل شورت. بص ده اللينك بتاعها، اللينك بتاعها طويل، او اللينك اللي انت تبعته للناس او تبعته للناس اللي انت عايز تجمع منهم الحاجة، كل اللي هتعمله شورت لينك. ده المنظر الصغير ده بتاعها، هندوس كده كوبي، ويا عم نفتحه مثلا من اي موقع محتل، اي شكل تاني، انا فتحته من متصفح تاني. تمام اهو اهو، استمارات ملء العملاء، استمارة الملء العملاء اهي، ودي كل حاجة. طب تعالى بقى نشوف، هنشوف الكلام ده فين، يعني الاجابات اللي هم هيبعتوها لي او الحاجات اللي هم هيبعتوها لي هيبعتها له فين؟ هيبعتوها لي هنا ريسبونس. في حاجة اسمها لينك تو شيتس، اللي هي تجيلك عند على شكل اكسل شيت اهو، بيقول لك استمارات ريسبونسز، دي ريسبونسز دي يعني الاجابات. كرييت بالظبط، ده الشكل، ده الشكل النهائي. التايم ستامب دي اللي هي هوريك دلوقتي، دي اللي هو وقت تقديم الطلب اهو بالشكل الجميل ده، ونخليه كده بولد، ونخليه كمان بقى كده في النص كلام، يعني نظبط كده الشكل كده يبقى حلو كده اهو. تمام، وهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا فاتح متصفح تاني ونملى مثلا اسم العميل، انا اسمي محمد تحسين، العنوان مثلا اللي هو القاهرة مصر، رقم التليفون 012344643، ده كده رقم التليفون. ركزوا ده كده عشان 11 رقم. طب لو انا جيت زودت كام صفر كده، بص قال لي ايه، قال لي اكتب رقم التليفون المكون من 11 رقم. طب 011 اهو 464293، تمام. رقم البطاقه هيكون 14 رقم، فهنعمل ايه بقى، هنقولها 14 مره، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بص لو انا كتبت 15، قال لي بص اكتب رقم البطاقة مكون من 15 رقم، من 14 رقم بس كده. والملاحظة محمد تحسين تيست، يعني انا بجرب بس تيست، ونروح عاملين ارسال كده. ثانكس فور سبميتنج، اللي هو خلاص انت كده عملت السبميت وكل حاجة. تمام، بص بقى هنا لما اجي هنا اهي ظهرت اهي محمد تحسين، العنوان القاهرة، رقم التليفون اهو، رقم بطاقة اهو، محمد تحسين اهو. بصوا الساعة دلوقتي 2:55، يعني الساعة 3 ال 5 دقايق، 2:55، ويوم 22/12. بصوا يا جماعة الموضوع ده اختراع، اختراع بجد. تخيلوا انتوا بتبعتوا بقى اللينك ده للي انتوا عايزين تبعتوه، هو هيخش بدل ما انت تجمع مثلا داتا من حوالي 30 او 40 او 100 نفر بقى، يعني كل ما تزود بقى، لا ده هم اللي هيبعتوا لك في اللينك ده، وهم هيسمعوا هنا كلهم هنا كده. طب تعالى نعمل مثلا عميل تاني، يعني مثلا نعمل مثلا مرة تانية، او نكتب مثلا وليكن اسم العميل مثلا وليكن احمد، او مثلا ايه مينا، مينا مثلا ايه، مينا عماد مثلا، مينا عماد مثلا. العنوان مثلا اللي هو هيكون اليو، ما نكتبه بالعربي اصح، اليوبية مثلا، طوخ مثلا، ايا كان الاسامي، يعني انا بقول بس ده مجرد اسامي. رقم التليفون احنا قلنا 11 رقم، هيبقى 012075751054. رقم التليفون، رقم البطاقة. طب عارفين بقى لو انا عديت رقم البطاقة، بصوا لو انا عديت رقم البطاقة مثلا، كتبت مثلا محمد تحسين، لا نكتبها مين عماد تيست مثلا، مين عماد تيست، ودوسنا ارسال. بص قال لي لا، في هذا السؤال مطلوب، ما ينفعش تعديه،
يعني دي حاجات حلوة ان هو لازم يعملها. طب لو كتبت مثلا لا يوجد، بص هيروح قايل لي ايه، نعمل كده ارسال. لا عشان احنا قايلين اقصى رقم 14 رقم، لكن طبعا هيبقى اقل طبعا، لا يوجد رقم بطاقة، صح كده. ارسال، تمام، بيانات عمل اهو، بصوا مين عماد، اليوبية الطوخ، رقم التليفون اهو، لا يوجد مين عماد. بصوا يا جماعة الموضوع ده اختراع بجد بجد بجد، يا ريت يا ريت يا ريت تستخدموا الموضوع ده، يا ريت ويبقى على نطاق كبير. شكرا جدا ليكم، ولو في اي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات، انا تحت امركم في اي شيء. انا قناتي قناة السرشاجي دي قناتكم، وانا تحت امركم في اي شيء. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.